فعاليات الدورة 19 لمهرجان موازين إيقاعات العالم المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نسأل الله، سعداء باستقبال نجم ختام الدورة 19 الفنان المغربي المتألق أمينيوس. أمينيوس تفضل. بارك الله فيك وشكر، كل الشكر لكاع الأطقم الصحفية اللي حضر معنا اليوم، وتحية كبيرة للإعلام المغربي. مدة الندوة 15 دقيقة. تطلو سلمى. سلام، سلمى من إيت راديو. مرحبا بك أمين إكس معنا. عندي جوج أسئلة. السؤال الأول، بارطاجيتي هاد اليومين واحد الصورة بطوني ديال مايو ديال الجيش الملكي، واش عندك انتماء لهذا الفريق ولا هي فقط مجاملة ويعني صورة خاصة بالجمهور الرباطي اللي غيجي يتابعك اليوم؟ سينون السؤال الثاني هو انك مقل شويه في الاعمال ديالك، خصوصا في لي كولابوراسيون، دونك فوقتاش نقدروا نشوفوا امينوكس اون كولابوراسيون مع ان ارتست ماروكان ولا بتاتر شي فنان عالمي، وشكون؟ شكرا. شكرا سلمى على السؤال ديالك. بالنسبه للسؤال الاول اللي هو كان على الفريق الجيش الملكي، فما كنظنش انه كاين شي مغربي اللي ما كيفتخرش بفريق الجيش الملكي، اللي هو فريق عريق وفريق كبير وقدم بزاف للكره الوطنيه والكره المغربيه. ويعني لا فريق الجيش الملكي ولا فريق الرجاء ولا فريق الوداد هما فرق اللي كبيره وكنفتخروا بها، وكاع الفرق المغربيه تبارك الله عليهم. بالنسبه للقضيه ديال القميص ديال الجيش الملكي، تلقيت القميص من عند صديق ديالي اللي كيلعب في الجيش الملكي، والقميص كان هدية يعني في خلال الفوز ديال الجيش الملكي بالبطولة الوطنية، يعني كنظن السنة اللي فاتت. ياك حفيظ، العام اللي فات. اكزاكتومون. وبحكم انني غادي نبرفورمي في الرباط، فكانت يعني تذكرت هذاك القميص وتقاسمته مع جمهور الرباط، وكنعرف شحال الشعبية كبيرة ديال الجيش الملكي في الرباط وتمارا ويعني في المغرب كامل، فحبيت انني نتقاسم معهم هذا الحب، هذا الحب ديالي لفريق الجيش الملكي بحال كاع الفرق الوطنيه. سؤال ثاني، على وديت لي كولابوراسيون، علاش ما كنديرش بزاف ديال لي كولابوراسيون؟ ما كنديرش بزاف ديال لي كولابوراسيون لانه يعني بكل بساطه ما كتبش، اش كتكون عندي شحال من حاجه خدمتها مع دي زارتيست، ويا ما كتكملش يا ما كندخلوش للاستوديو ما كيكتبش. منهم يعني الارتيست اللي كان معكم اليوم محمد رمضان، فكان عندنا عمل اللي كان نورمالمون خصو يخرج مي مازال ما كملناش. وكنظن انه انا بديت الكارير شويه صغير، دونك بديت بروميير ايد ديالي درتو عندي 21 عام ولا 22 عام، اليوم في عمري 33 عام، مازال صغير، مازال الوقت، مازال بزاف د الحوايج اللي نقدم. انت طنجاويه كتعرف شويه حنايا معكازه، فهمتي شي اللي عطانا. سؤال. السلام عليكم، هو ام ام بي سي 1. اول حاجه امين غنبغي نقول لك جود لاك على وديت اليوم، وحنايا فخورين بك بزاف لحقاش مشرف المغرب وطنيا ودوليا. والسؤال ديالي هو امتى غادي نشوفوا امين داير شي شوكيز خاص به، بحكم ان تبارك الله عندك مجموعه ديال الاعمال الفنيه اللي الجمهور ديالك حافظهم ومزيان. شكرا هويا. بالنسبه لي يعني بحال اللي قلتي، لا ديسكوغرافي مهمه، قبل ما دير شوكيس خاص تكون مينيموم عندك 3-4 لي البوم. انا الانتاجات ديالي ما كايناش بزاف، سي فري كو كاينه لا كاليتي مي ما كايناش بزاف. ديغنييرمون يعني انا وفريق العمل كنشتغلوا على واحد تورني اللي غتكون سميتها امينوكس سي زامي، فيها غادي نبرفورمي انا وغادي ندير تورني في المسارح في المغرب، وغادي يكونوا معايا فنانه اللي يا اما كانوا في ستارلايت ولا دي جون ارتست اللي حتى انا بغيت نسيبورتيهم، حيت شحال من واحد عنده لو طالون ولكن الي مال ماناجي بوتيتر ولا مال ديريجي مال جيري، هذا هو لو تيرم. دونك حاولنا انه نشوفوا، درنا لابيل، درنا واحد لو لابيل اللي سميناه لو لابيل، ودابا كنشوفوا كنختاروا شكون هاد الفنانه هادو اللي يقدروا يمشيو معاهم في هاد المغامره هذا، لانه بالنسبه لي انا الفنان كيوصل لواحد الوقت خصو يولي برودكتور. دونك هذه هي الفكره ديالي انا. وي منال تفضلي. سلام امين، منال من هسبريس. السؤال ديالي موجه لك بخصوص برنامج ستارلايت، واش غنشوفوا امينوكس في الموسم الثالث من البرنامج؟ غادي نكون في الموسم الثالث من البرنامج، يعني مالوغوزمون ما غيكونش معنا دوزي كيف عرفتوا كاملين،
يعني خساره للبرنامج، لانه كيف كتعرفي ولفنا بعضياتنا والجو العام كان زوين. ان شاء الله غيبدا التصوير كيف ما العاده في سبتمبر، ونتمنى ان شاء الله ان الدوره الثالثه تكون في المستوى ونزيدوا نهزوا النيفو ديال البرنامج. سعيد غنديروا واحد واحد. سعيد امينيك صوا معك. سعيد من اش نيوز. تبارك الله سي سعيد، الله يبارك فيك. بمناسبه ديال انك قلتي دابا العجز، بغيت نسولك على الشانجمون ديال لا ديريكسيون ارتستيك ديالك، بحيث انك بديتي بلا رينبي اللي عندنا فيه مون كبير في المغرب لواحد بوب كوميرسيال، واش هذا الشوا هذاك؟ الحاجه الثانيه هي على وديت قلتي لي علاش مشيت من الار ام بي للبوب. اوكي، في الاول فاش كنت كندير الار ام بي كان كيبان غريب، كيبان غريب دري جاي من طنجة، شكون كيغني انا وياك، شكون كيغني ماشي بحالهم، هذا ضايضا، هادشي غريب ماشي هو هذاك. دونك ا مومون دوني هذيك الموسيقى اللي كانت كتبان غريبه ولات بوبولير، ولات شعبيه، فاش كتولي موسيقى شعبيه كيغنيها واحد الدري اللي كيلبس سراو طايحين وطرابش مقلوبين وحلقه ولعبات، ولكن الناس كيغنيوهم، كتغنيها الحاجه، كيغنيوها لي فامي، كيغنيها اي كاتيجوري في المجتمع كتغني ديك الاغنيه، دونك كتولي اغنيه شعبيه. دونك انا بلا ما نقصد الموسيقى ديالي دازت للبوب. دابا ديغنييرمون ودايوغ في هاد لو شو ديال اليوم غادي يكون ان شاء الله، انا كندعيك تجي تفرج، ماشي كندعيك ادعوك جاي ادعوك تجي تفرج، لانه غيكون فريمون بيغمون ار ام بي، غادي نرجع فيه للاولديز ديالي وغادي نلعبهم بطريقه ديال الار ام بي. غيكون معنا غيكونوا معنا ديكوريست، يعني غيكون داكشي فريمون الروح ديال الار ام بي اللي كنظن كتعجبك. وفي الالبوم الجاي ديالي ان شاء الله غتكون تكون لانفلونس عاوتاني ديال الار ام بي، باسكو داكشي اللي كنت كندير ولاو كيديروه بزاف، دونك خصني عاوتاني فهمتيني نمشي لجهه واحده اخرى. وانا فنان كنخدم بالكانا فهمتي، ما كنخدمش باش نخرج، كنخدم ملي كترشق لي نخدم، حيت هذا هو الفنان. الا وليت كنخدم على حساب المارشي غنولي ماشين، ما نبقاش ارتيست. وانا كنخدم بالكانا قهوه ديالي فهمتي، مكتب حتى انا كنكتب لراسي حتى كتجيني لانفلونس، هادشي اللي كاين، مره كتجي الانسبيراسيون مره ما كايناش، سي سا ان ارتيست. سؤال مقبل علاء. سي علاء السلام عليكم. امين سي علاء وقف كاع. لا بس تشوفني مليان. امين مرحبا بك على هامش فعاليات مراسم اقاعات العالم، فرحانين انه يكون معنا نجم شاب من القيمه ديالك اللي اكيد اليوم انت عليك الرهان، لانه اليوم هو اختتام هذه الدوره، هذه الدوره 19 من مواجين. بغيت نسولك سؤال خاص شويه امين، زواجك كان في الخفاء وابتكدتم تام، واش لا استراتيجي الجديده اللي غادي فيها هو انه حياتك الخاصه تبعدها على المعجبين ديالك؟ وتبارك الله عليكم وموفق ان شاء الله في سبيكتاك اليوم. شكرا شكرا السي علاء. بالنسبه ليا يعني حتى شي ايفينمون في الحياه ديالي ما كان في الخفاء، كان ايفينمون يعني كاين دي ايفينمون اللي كيكونوا عائليين كيداروا بحال كاع المغاربه. ما كنظنش ان المغاربه كاملين كيعرضوا على كل شيء، سي نورمال يعني شي واحد دار شي حاجه شي فرح ولا شي اسبوع ولا شي حاجه ما غاديش يعرض على كل شيء، ما يمكنش. دونك بالنسبه لي داكشي في التقاليد المغربيه، احنا كنظن بانه الاسر المغربيه هي اسر رغم ذلك اسر يعني محافظه نوعا ما، بقى عندنا الحشمه، بقى عندنا الحياء، وكاين الناس اللي كيختاروا هما ما يبانوش، كاش يكون شريك حياه ولا ابن ولا هو تيختار انه ما يبانش، يمكنش تفرض عليه. وميم طو انا ما كننتقدش يعني الفنانين الاخرين اللي تيتقاسموا حياتهم وداكشي، هادي الحياه كل واحد كيفاش كيختار حياته، يقدر يكون هو مرتاح في داك لو ستيل دو في، وانا مرتاح في هذا لو ستيل دو في ديالي، وكنفضل انه المغاربه يسمعوا عليا غير الموسيقى ديالي، بقى عندهم انا غير هذا ضايضا فهمتي. سي بوسحابه. سيد استاذ بوسحابه. سي امين تحياتي. وحشناك اخي. الله يحفظك الله يكبر بك، خلينا نرجع معك شويه اللور. سي امين، احب من احب وكره من كره، امينيكس صنع اسم في الساحه الفنيه المغربيه ودار واحد ستيل ديالو خاص، غير هو كاين واحد التحول في المسار الفني ديالك سي امين، وهنا غنرجع لعلاقتك مع بعض الزملاء، كيفاش كنتعاملوا مع امين من قبل وكيفاش ولاو كيتعاملوا مع امين بعد؟ زملاء يعني اصدقاء ولا لا في الفن؟ في الفن يعني واش كتحس كان واحد التغيير ربما؟ لان واحد الوقت كان امين مضطهد فنيا، كان شويه ديال مضطهد انا بنتي هكا لو تيرم اكزاكتومون، يقدر يكون مضطهد بالنسبه لواحد اللي عنده 21 عام وكي طق 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 فهمتيني، كان كيحاربك امين؟ وي كان شويه ديال المحاربه، ولكن الانسان كي داكشي كيكتسب به اكزاكتومون اطار منافسه، اطار منافسه
كنظن بانه الفنان بهذا الشيء باش كيكتسب مناعه فهمتي، يعني بحال اللي كيقول لك الضربه اللي ما كتقتلكش كتحيك. اليوم انا اكثر من تعرض للانتقاد في مهرجان موازين كنظن في الدوره الاولى ديالو، اليوم انا في الدوره الثالثه وللمره الثالثه في موازين وفي منصه النهضه. هذا احسن جواب اللي يقدر يعني نعطيه لاي شاب مغربي اليوم في 22 عام شاد ميكرو مركب ليه تقشيره وكيحاول يحلم. كنقول ليه اليوم تقدر تحلم توصل لهذه البلاصه هذه، هذا الشيء اللي كان حتى واحد ما يمنعك. والمنافسه كتعطينا نجوم، المنافسه يعني كتخلي المناعه بحال كتريني فهمتي، ملي كتكون كتريني مع شي واحد قويصح كتولي قويصح. وراه هادشي اللي كاين حتى في الفن، ملي كتكون عندك دقه من هنا ومن هنا ومن هنا كتعلم كيفاش تسكيبي فهمتي. وميمه خصني نحيد هاد العفويه ديالي من الجواب، كندوي بحال كنجمع مع شي واحد ما كاينش كاع ديك انما حيث. سلام امينوكس وميمه ميد راديو. امينوكس كاينين فنانين مغاربه قال لك ما يشاركوش موازين الا ما طلعوش منصات السويس، واش في نظرك المنصه كتحدد قيمه الفنان؟ غادي نقول لك انا ما غاديش نختلف مع فنان انه يطمح يطلع في منصه السويسي. ما يمكنليش نجي اليوم نقول الا فنان مغربي قال اه انا نستاهل نطلع في السويسي نقول ليه لا راه ما غاديش تطلع في السويسي، لا غنكون كنكذب. انا نبغي نطلع في السويسي، غير هو لو فيت ان ان ارتيست يطلع في السويسي راه المنصه ما كتحددش الفنان واش ستار ولا ماشي ستار، غير بوتيتر كو لي زارتيست اوجوردي ماروكان كيشوفوا بانه المنصه السويسي يعني غنظنوا بانها عندها تكنيكمون كيكون فيها الماتريال كثار، كتكون فيها بزاف د الحوايج لا لوميير بزاف د الحوايج اللي زايدين اللي هما تيطمعوا يطلعوا فيهم. اليوم عندنا دي زارتيست تبارك الله اللي كيستريميو في العالم كامل، يعني بوتيتر كو نقدروا نقولوا عليهم انترناسيونال. منصة ما كتحددش واش الارتيست نجم ولا ماشي نجم، ولكن لو فيت انه يحلم يطلع في السويسي من حقه يحلم انه يطلع في السويسي، سورتو افيك ليغيتاج اللي كاين في منصة السويسي. راك دوي لي على منصة اللي يطلع فيها كاع لي زارتيست العالميين اللي بغيتي، يعني اللي غتقولي اللي تفكرتي غادي تقولي، تقولي إلتون جون طلع في السويسي، بينك سويسي، يعني لي اكزاكتومون ليغيتاج الكبير ديال منصة السويسي كيخليها حلم ديال اي فنان. وجميع منصات المهرجان الموازين فهي مفتوحه في جميع وجه جميع الفنانين المغاربه، يعني اي فنان مغربي مرحبا في اي منصه من منصات الموازين. تفضلي شيماء. سلام امين. السلام عليكم. نتمنى تكون حفله ناجحه ان شاء الله هذا النهار. بغيت نسولك على برنامج ستارلايت، حضورك ضمن لجنه التحكيم قسم الجمهور على جوج، كاين اللي مع وجودك ضمن اللجنه وكاين اللي ضد، كيقول ان امين زعما طبيعة الأغاني اللي كتقدم بعيد على الأغاني مثلاً الطربية اللي كتدوز في البرنامج، شنو تعليقك أو ردك على هذا الأمر هذا؟ شكراً. عادي عادي أن الناس ما يتفقوش عليك، يعني ما يمكنش يتفقوا عليك 100% ديال الناس، ضروري غتلقى ناس اللي معاك ناس ماشي معاك. بالنسبة لي أنا وي أنا جو فوا كو جو ميريت ما بلاص في هذا المهرجان وفي هذاك ستارلايت حتى هو، لأنه كان بريزونتي واحد الناس اللي جاو وغناو قبلتنا. يعني ملي كتدوي على حطام كتدوي على هيثم عادلي كتدوي على دي زارتيست لي شباب لي جاو قبلتنا وغناو اغاني ديال كوزان ديال ريم ديال لورد مهدي، دونك هاد الاغاني هادو كاملين بحال داكشي اللي كندير انا، دونك ما كنظنش انه كاين شي واحد اللي يقدر يحكم عليهم في هذاك ستيل اكثر مني انا في الستيل اللي كيديروا هما. ابخي سكي طرابي وداكشي بيان سور انا ما غاديش ندخل في داكشي وما تندخلش فيه، حتى في لي ديليبراسيون ديالي كنحاول ندافع على الناس اللي كنشوفهم قراب للستيل ديالي انا. هذاك اللي غادي يمشي للستوديو بوتيتر تجيك لا فوا ديالو اي لي با 100% ولكن يقدر يمشي للستوديو يعطيك 150% ويكون التمبر فوكال ديالو احسن من بزاف الفنانين اللي تيغنيو الطرابي مثلا اون تيرم دو نسميوها كونسوماسيون، يعني بيوع فهمتي، باش نبي كوميرسيال باسكو لا ميوزيك اليوم كوميرسيال. تقدر يكون عندك صوت واعر ولكن ما اكزاكتومون ما كتبيعش، ما الموسيقى ديالك ما الي با ما مطلوباش مالوغوزمون. سي هذا هو اوغوزمون ولا مالوغوزمون باسكو هذا هو هذا هو الماركت. ملي كتكون في واحد الصوت كتفهم كيفاش داير، ملي كتكون من برا ما كيبانلكش كتقول علاش هذاك عنده احسن صوت ولكن ما مشهورش مسكين. بوتيتر باسكو كاين بزاف ديال العوامل. ناخذ السؤال قبل الاخير. فتيحة أمينوكس مساء النور. فتيحة رشدي صحفية بوابة منارة. بالنسبة للفنان أمينوكس اليوم عندك شرف اختتام فعالية مهرجان موازين وهو شرف لا يعطى لأي كان،
وخصوصا في منصة النهضة اللي مروا عليها نجوم كبار في هذه المنصة. واش هذا ما يخليكش تحدى نفسك وتقدم أحلى ما عندك في هذه الليلة اللي ترقى بالجمهور إلى مستوى اختتام فعاليات مهرجان موازين؟ شكرا. فبالنسبة لي هذه حقيقة مسؤولية كبيرة أنني نكون كنختتم مهرجان اللي هو الثاني في العالم يعني أو يعني من أكبر مهرجانات اللي في العالم يكون في اختتام ديالو اليوم. فمسؤولية كبيرة، مسؤولية اللي خلتنا أن احنا نستغلوا على هذا العرض مدة شهر تقريبا وحنا كنوجدوا له. كنتمنى أنه الحفلة تليق بالجمهور المغربي، وكنتمنى أنهم يجيوا يتفرجوا وينجويوا الشو. وأيضا الحاجة اللي بغيت نقول ربما مشات لي من بالي هو أنه اليوم أنا ما كنمثلش فقط أمينوكس، أنا كنمثل الفنان المغربي في منصة النهضة في هذا الاختتام، فخصني نحمر الوجه للمغاربة كاملين. آخر سؤال the last one. يلا سي غازي من تونس. السلام عليكم. السلام أمين. السلام. 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 شحويلك بخير أنت؟ الحمد لله لاباس. جبت شوية هريسة؟ جبت بعد عندي بالساك. سعداء اللي انت تكون في اختتام مهرجان موازين في إقاعات العالم في دورة 19، والعودة زادة مهمة أنه تكون العودة بالبرمجة اللي شفناها، خاصة يعني ختامها مسك كما نقوله مع النجمة مينوكس ومحمد رمضان. باش نسأل يعني إذا فما تحذير خاص خاطر مسؤولية بالنسبة للفنان، كيفاش حذرت للاختتام بالنسبة للعرض اللي باش تقدمه الليلة وأصدرت مشي شهر يعني قلبك حجرة غنية هي الأولى من ألبومك الجديد، باش تخدم بالاستراتيجي بتاع الألبوم يعني كل مرة سينجل وإلا الألبوم الكل يهبط مع بعض؟ واضح. شكرا. أوكي. شكرا على السؤال. بالنسبة لي الاستعداد للعرض كان منذ اليوم ديال التوقيع ديالي للحفل مع إدارة المهرجان، لأنه بحال الإنسان كيولي كينعس وكيفيق بهذاك لو شو. يعني أنا كنتخيل لو شو في راسي كل ليلة، شنو خصني ندير شنو ما خصنيش ندير. الحمد لله توفقت أنه فريق العمل ديالي مشاو في واحد لا فيزيون اللي كانت زوينة بزاف، وكنفتخر أنه فريق العمل ديالي اليوم كله يعني تقريبا 100% مغربي، وخدمنا شو معايير غادي نقولوا معايير عاليه، ونتمنى ان شاء الله انه كيف قلت لك انه نعطوا صوره جميله على الفن المغربي اليوم وعلى لاسين ميوزيكال في المغرب. بالنسبه للالبوم فعلا طرحت قلبك حجره اللي كان هو الانترو ديال الالبوم ديالي، يعني كان يعني بحال مدخل للالبوم. الاغنيه الثانيه غادي نغنيها في موازين اون اكسكلوزيفيتي يعني اليوم غادي يكتشفها الجمهور في الحفل، سميتها تبلبل. ما عرفتش واش نتوما كتفهموا تبلبل ولا لا. تبلبل يعني فهمتي يعني غادي تشخط فهمتي. صافا اكسبلوزي تو فوا. دونك ان شاء الله غادي نغنيها اليوم في منصه، والكليب ديالها غادي يخرج الاسبوع القادم ولا الاسبوع اللي موراه. هي ثاني اغنيه من الالبوم، واكزاكتومون شاك 15 جوغ غادي نطلق اغنيه من الالبوم. والالبوم اللي كنرجع فيه الامينوكس اكزاكتومون. أمينوكس نجم ختام مهرجان موازين مساء اليوم النهضة. شكرا لكم. شكرا. شكرا. تبارك الله عليكم. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.